بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي عنا بها جميع الحوائج والرغبات. اللهم ارحم شهدائنا الأبطال، اللهم فك أسر المأسورين وكرب المكروبين، وأنزل على ذويهم الصبر والسكينة. بداية أرحب بكم مشاهدين الكرام في الموسم الثالث من برنامج مع الريان في هذه الحلقة، والتي هي بعنوان أولادنا بين أمل وألم. أرحب زملائي الدائمين شيخ حامد، أهلا وسهلا فيك. شيخ معتز، أهلا وسهلا فيك في هذه الحلقة اللي راح نتحدث فيها إن شاء الله عن طرق حديثة ومصائد أحيانا قد يقع فيها الأب والأم في موضوع التربية، لا سيما وأن التربية هي المؤشر الأول على نجاح الأسرة. فالأسرة بالأصل كما قال العلماء، أو كما قال بعضهم، إذا أردت أن تهدم حضارة أمة أو حضارة مكان ما فعليك بثلاث أمور: الأسرة التي تتمثل بالأم، والقدوات، والتعليم. ودائما سبحان الله الأصوات المتعالية شيخ حامد في تهميش دور الأم في بيتها، وأن الأم اللي قاعدة في بيتها هي دورها مهمش، وأنها هي قاعدة في البيت بتشتغل شيء حرام كذا وانت بتعمليش إشي، هي بتعمل في الواقع أعظم إشي وأعظم إنجاز، ألا وهو كما قال الكاتب مصطفى محمود صناعة الإنسان. الأم المربية اللي قاعدة في البيت بتربي أولادها وبتطبخ وبتنظف وبتدرس، هذه هي الأم في المرتبة الأولى اللي تقوم بصناعة الإنسان. اللي هي بتعمل، يعني الرجل قد يصنع سفينة، قد يبني عمارة، قد يصنع شيء، لكن المرأة بتصنع إنسان. علشان هيك الإسلام كتير اهتم في موضوعها، والغرب إذا أنت بتلاحظ شيخ حامد شيخ معتز قديش في عندهم أبواق تنادي دائما بترك المرأة لهذا الثغر، هو ثغر التربية والبيت. صحيح. إحنا طبعا مع المرأة العاملة، وترفع القبعات للمرأة العاملة والمرأة اللي تحب تشتغل، إما رغبة لأنها هي إنسانة ترغب بالعمل، وإما إنها احتياجا هي محتاجة تشتغل. فهذه مرأة لسه المهام اللي عليها مضاعفة عن المرأة العادية. بل خليني أحكي لك كمان يا شيخ حمد، إنه بتحس إن المرأة العاملة هاي منظمة من كتر ما هي في بينها وبين نفسها أيام ضوضاء في إنها بدها تثبت. صحيح. إن خروجها من المنزل لم يؤثر عليها. صحيح. فالمرأة العاملة لها قيمة كبيرة في المجتمع طبعا، شريطة ضبط موضوع التربية. نعم. قبل ما أنتقل لك شيخ حامد، نعم، شيخ معتز، الفقهاء زمان كانوا يقولوا إذا تزاحمت عليك الأمور، يعني لما تحس حالك قاعد في محل والأمور متزاحمة عليك، إحنا متزاحمة علينا الأمور، ما بين الرزقة، ما بين تربية الأولاد، ما بين العلاقات الزوجية اللي بدها ترميم، ما بين نفسيتي، ما بين عيوبي، ما بين علاقاتي مع الناس، متزاحمة الأمور. فابدأ، شوف العلماء شو قالوا، فابدأ بإيش؟ بالأهم، قدم ثم أخر، يعني فقه الأولويات. شو قالوا كمان بعدها جملة؟ ابدأ بما يسألك الله عنها، دور الإشي اللي الله بيسألك عنه هذه اهتم فيه. أول إشي بيسألنا الله عنه شو هو؟ من استرعاه الله رعية ولم يحطها بنصح ورعاية، أولادنا حرمت عليه رائحة الجنة. تفضل شيخ حامد، تحكي لنا شو عندك عن التربية. الله يفتح عليك يا رب، الله يجزيك الخير من يوسف. يعني في هذه الدقائق النفيسة قبل الأذان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الذريات الصالحة وأن يهدي أبناءنا وأبناء المسلمين جميعا يا رب العالمين. أم يوسف، أنت تكلمت يعني عن الجهد المبذول من الأمهات خاصة، وحقيقة يعني الأم ما بين مسؤولية المنزل، ما بين مسؤولية الزوج، ما بين مسؤولية الأولاد، الله يعينها حقيقة، الله يعينها. فأنا بدي أتناول من طريق آخر، من منظور آخر. أم يوسف، أبنائنا مسؤولية عظيمة جدا، ولكن لا نكون نحن أول من يطعنهم. كيف؟ اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم شيخ معتز، أنه كثير من الناس ابن ضرب، ابن صار عاق، ابن حرف أخلاقيا وسلوكيا بسبب أمه أو أبوه. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، عسى أن توافق ساعة يستجاب فيها الدعاء. يستجاب فيها، يعني المقصود في الموضوع فيش مزح. كثير من الأبناء يقول لك ابن عاق، بذلت كل الجهد، جبت له أساتذة دروس خاصة، بعرفش إيش، وديته على النوادي، وديته على الجيم مشان أبعده، على الفاضي. أنا بحكي لك ليش على الفاضي؟ لأنه حضرتك أنت قصفته دعوة جبت آخرته،
وانت بتقول لا بحكيها في لساني مش من قلبي، ما فيش هذه ملائكه ترفع الدعوات يا ام يوسف. علشان هيك لما النبي صلى الله عليه وسلم شيخ معتز، هذا اول رساله للامهات للاباء يا ام يوسف، طبعا. احذروا من الدعوات، ما تحكي انها بلساني مش بقلبي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على انفسكم. كثير من الناس ام يوسف لما بيعصب بصير دعي حاله، الله ياخذني والله ما بعرفش ايش، يا سلام اسبوعي ام يوسف ولا هو في المستشفى. يمكن هم بيعرفوش شيخ حامد انه السماء تفتح وتغلق بالطريقه هي. الله اينا كل ثانيه كل ثانيه كل ثانيه، يمكن تصادف المصادفه حكيت عنها هي انها مفتوحه، باب السماء مفتوح. دع على نفسه اسبوع زمان، هذا الرجل له مريض، هذا الرجل صايبه حادث، هذا الرجل او يقول انسان في تجارته عصب شيخ معتز، الله يجعلها خسران، يجعلها محروقه، يجعلها بعرفش ايش، فجاه ملايين نستعيذ بالله من هذا المقام. هباء منثور يا شيخ معتز، أو على أولادكم. يا لطيف. دعوة بتكون واحدة معصبة أم يوسف، هذا كثير نسمعه خاصة أمهاتنا المباركات، معصبة على كل روح، الله يغضب عليك، يا الله يا الله إذا وافقت ساعة هي استجابة. دعوتنا باستجابت لما سيدنا نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، أغرق معصب الأرض، معصب كان، أغرق معه الأرض، ابنه أغرق الأرض، تخيل إيش فيها. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا بدعوة. عشان هيك الأم حقيقة لما إنها تطلع، إحنا العام سميناها أم يوسف الرصاصة الطائشة، أيوة. هذه الدعوة إنها قاتلة حقيقة، إنها قاتلة. عشان هيك دعوتنا للأمهات ديروا بالك، معصبة زعلانة غضبانة موصلة معك لهون زي ما بتحكوها، ديري بالك من الدعوة لأنها مستقبل ابنك مرهون فيها يا أم يوسف. العلماء حقيقة قالوا شيخ حامد تعليقا على كلامك إن الأمهات ثلاث أنواع، أم الأطفال وأم الرجال وأم الأبطال. نعم. أم الأطفال هي الست اللي بتحس إن براعتها بتجي في تربية الأولاد الصغار، يعني بتقول لك أنا بحبهم طول ما هم صغار، بكيف على تربيتهم، عندي مهارة في تربيتهم. عشان هيك الرجل دائما لما يجي يساند في التربية هو بيساند في مرحلة المرأة بتكون ضعفت فيها، يعني مش صحيح. كل مراحل المرأة بتكون فيها ستاند باي، يعني في مراحل. أم الرجال هي المرأة اللي بتحب تتعايش مع الأولاد بعد عمر 17-16، تحسها انها يعني خلاص تتقن مهاره العلاقات والصحبه. نعم. والحضن والكلام والفضفضه. نعم. في ستات بتقول لك لا انا بخجل من ابني لما يكبر. بخجل من ابني لما يكبر اني مثلا احضنه، بخجل من ابني اني انا اتكلم معه في مواضيع خاصه. نعم. انا بس هم صغار. نعم. الست الثالثه اللي هي ام الجهتين بتكون طبعا ام. نعم. الابطال اللي هي عرفت كيف تنشا بطل، عرفت كيف تنشا ولد قيادي، بتحس انه في الصف واحد قيادي دائما، واحد بطل هيك بفزع، عنده. نعم. نخوة، عنده شهامة. هذه الأم نجحت أنها تغرس في أولادها. وإحنا لما نبعد، ليش نبعد الحكي؟ ما إحنا شفنا، إحنا في عنا يعني شيخ حمد اليوم الأصناف الأولاد في المدارس ببين إحنا. صحيح. كمعلمين كدعاء بنشوف في ولد بتلاقيه الدلع ذبحه والدلال قتله. صحيح. لأنه أصبح لا يصلح أن يطلق على ذكر حتى من مر من كتب. وفي ولد بتحس إنه الحرمان رباه. نعم. مش الحرمان بمعنى الحرمان يعني القسوة. صحيح. انا اقصد انه الموازنة. نعم. الموازنة ما بين الحرمان والدلال، الموازنة ما بين الحب والحزم. صحيح. يكون في موازنة، مش على طول انا بجيب ومش على طول انا بحرم. بالضبط بالضبط. شيخ معتز اولادنا من هالنشيد الكلام الحلو اللي عندك حبيبي انت يا ولدي، عسى للعلم تغتنم، حبيبي أنت يا ولدي، عسى للعلم تغتنم، إذا ما كنت قرآنا، إذا ما كنت قرآنا تنير الأرض تحترم، حبيبي أنت يا ولدي. طيب الله الأنفاس شيخ معتز. يوسف تكلمت إنه هنالك الأم هي مدرسة إما للأطفال وإما للشباب وإما للأبطال والرجال. حقيقة شوفي من الطفل إلى البطولة هي زرع وغرس قيم طبعا. فلذلك أنا بدي أتكلم، احذر أيها الأب أو احذري أيتها الأم من كذبة، هذه الكذبة اللي إحنا
قلناها وصدقناها وترجمناها في الواقع. لسه البنت صغيرة. أم يوسف البنت صارت صف عاشر، لسه البنت صغيرة. أم يوسف البنت صارت توجيه بدها تدخل الجامعة، لسه البنت صغيرة. دخلت الجامعة شيخ معتز وصارت بدها تتخرج، لسه البنت صغيرة. خليها تتدلل في عز أبوها. خليها حرامي عند أبوها، بكرة بتتزوج. اتخرجت من الجامعة وبدنا نزوجها، لسه البنت صغيرة بكير عليها. عشان هيك احذروا من هذه. بتضل صغيرة. بتضل صغيرة، بتضل تفكيرها صغير، قيمها صغير، أخلاقها صغيرة. عشان هيك لابد فينا إن من الطفولة نغرس في القيم. تعال يا ابني، الصلاة خط أحمر عند ربنا. صف أول تشدش، لا فيش صف أول. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلشوا علموهم في أبناء ست واضربوهم، يعني مش تضرب نقص، شد عليه شوية. أبناء عشر فيش إشي اسمه صغير يا شيخ معتز. غمض عين، فتح عين، بكرة في الجامعة بتقول لك أنا مش مقتنعة أصلاً في اللباس ولا مقتنعة في الحجاب أصلاً، أنت عمرك ما قلت لي صلي، هسا جاي تقول لي صلي وأنا في الجامعة. عشان هيك قبل ما نصل لهذه المرحلة يا أم يوسف حقيقة، لأنه بكرة والله ابنك وابني وبنت وبنتك ما رح يرحمونا لما يكونوا بين إيدين الله تمام. سبحانه وتعالى، لما يقولوا يا رب ربنا ديجي يقول ليه ما كنت تصلي؟ ليش أنت مش لابس الحجاب؟ ليش أنت ما كنت عندك قيم أخلاق الفتاة المسلمين؟ قل له يا رب هيو يا رب، تمسك في رقبة أبوها يا شيخ معتز، تمسك في أمها تقول يا رب اسأل هذا. والله يا رب لا أذكر يوما قل لي صلي. يا رب أمي هيها موجودة، والله يا رب عمرني ما دخلت المدرسة ولا رحت على الجامعة وحكت لي البس الحجاب. يا رب أنا إيش دخلني؟ هيها اسألهم أمي. شيخ معتز يوم يفر المرء من أخيه، خلينا نعيش هذا الجو كيف بده يكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صدق الله. طيب الله الأنفاس. في مقال قرأته شيخ حامد، شيخ معتز، يمكن الكل مستفيد من هذا المقال وإحنا أصلا نفسنا مستفيد منه، اسمه اترك الميدان وغادر فورا. بيحكي عن التربية. اترك الميدان وغادر فورا للأب اللي جاي يربي بالصوت العالي وبالضرب وبالعصبية، يعطيك العافية، اترك الميدان وغادر فورا. التربية مش بحاجة إلك. صحيح. الست اللي طول ما هي بتدرس بتضرب وبتصرخ وبتشتم الولاد، يعطيك العافية. التربية مش إلك، اترك الميدان، خلي الميدان لحدا غيرك، لك أنت مش عارفة. عشان يكون العلماء كتبوا في شغلة في التربية، بيقولوا إنه النصح في مواطن لا ينفع معها نصح الولد. نعم. نصحش فيها كيف شو هيك، كيف بقدرش أعيش من غير ما أنصح ابني؟ إذا كانت علاقتك أنت وياه مش منيحة. إذا كانت العلاقة أنا وياه مش كويسة، يعطيك العافية، مش حيقبل الصلاة على الفاضي وقراءة القرآن. بالعكس، يمكن يصير عدو للصلاة بسببك. الله. يمكن يصير ملحد بسببك، لأنه أسلوبك وضغطك عليه وصراخك عليه وأنك تحميل الأمر ما لا يطيق، مش هيك التربية. سيدنا لقمان لما حكينا عنه كيف دعا ابنه وربه ووعظه بسبع يمكن أو ثمان أوامر ونواهي، من ضمنهم أخلاقية، من ضمنهم عقائدية، من ضمنهم سلوكية. شو سر العلاقة اللي كانت بين سيدنا لقمان وابنه اللي يقعد ابنه يسمع طول هالوقت؟ يا سلام. شو هالحب؟ إذن أساس العلاقة الحب. نعم. أحياناً الأب بيكون صامت بس بسوق السيارة، وطول ما هو بسوق وهو إيش؟ بتصدق، وطول ما هو بسوق وهو بسبح بسبش، تلاقي ابنه رح يطلع مثله. تلاقي الأب طول ما هو بسوق لسانه زفر، ما ببطل يسكت سب وشتائم، تلاقي ابنه مثله. يا سلام. وفي مرحلة من مراحل التربية الولد لا يتشبع إلا من أبيه. يعني بيكون الأب هو النموذج عنده، ما بيقدر يخليه. مهما تقول الأم إنها شاطرة في التربية وإنها أم قيادية، الأب له مكانة ثانية، الأب له أشياء بيعطيها ما بتقدر تعطيها الأم. صحيح. للولد. عشان هيك الحب تربية بالحب، تربية صامتة بدون ما أنا أحكي. مواطن لا ينفع معها النصح بتذكرني هذه في أهل مكة لما أجي عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم
وأعطاهم، والقرآن نزل بآيات قصيرة، ما نصحهمش سيدنا محمد بأوامر ونواهي، بس شو كان يحكي لهم؟ أسئلة وأجوبة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ولا السماء، بس ظل يعطيهم أفلا أفلا صح. وإحنا هيك أولادنا لما تخرب العلاقة بيننا بده يكون النصح عن طريق أسئلة وأجوبة ونقد لسلوكيات، مش نقد لذاته، عشان أنا مش مسؤول إني أدمر هذا الولد. جميل. أنا مسؤول إني أصنع منه إنسان ناجح. نعم. رسالة أخرى أم يوسف، وهي فرع من الأصل الذي تكلمت به، أنت قدوة. كويس. أنت قدوة بمعنى آخر، بدي أحسب أي حركة أنا كأب أو أنا كأم، أي حركة إنه أنا عمالي إذا بتفضلتي التعليم الصامت، أي حركة أنا بعملها بدي أعرف إنه قاعد هون بتشرب ابني وبنتي، بتشرب وقاعدين الأفكار. عشان هيك الرسالة شيخ معتز، ممنوع الزوج يقعد يسب على زوجته قدام أبنائه. طبعا. ممنوع الزوج يهين زوجته أمام أبنائه. ممنوع الزوج يمد إيده على زوجته أمام أبنائه. مش معناته أنه وراء أبنائه يقتلها، يعني يوم يوسف القصد أنه، لكن الشاهد في الموضوع أنه أنت قدوة لهؤلاء الأطفال، بتشربوا منك عمالهم بأي شيء بتعمله. والكلمة الجميلة حكيتها سبحان الله يوم يوسف، الإنسان هو عماله قاعد بسبح سبحان الله وكذا، تجد الطفل ابنه عمال نفس الشيء. عشان هيك منشأ الأطفال الذين ينشؤون مع آبائهم بيجيبوا منذ نعومة أطفال الشيخ معتز في المسجد، تجد هذا الطفل خلاص تعلق قلبه في هذا المسجد، لأنه أنت علمته إن صح التعبير التربية العملية. هذا هو. فلذلك خير تربية عملية أم يوسف الكلام تكلمت سيدنا لقمان. يا بني يا شيخ معتز نسمعها منك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. منظومة إيمانية، منظومة إيمانية كاملة سبحان الله. يعني ويقرأها الشيخ معتز شعرت لأول مرة شو هالمنظومة اللي تدرس. منظومة تناولت كل النواحي، نفسية وإبداعية أخلاقية. وأخلاقية وسلوكية وروحية، حتى في المشي في يعني الصوت. منظومة رائعة. لازم تسمى المنظومة، مش احنا في عندنا في المواريث المنظومة الرحبية، هي المنظومة التربوية. أيوة منظومة الله. سيدنا لقمان. عشان هيك الشيخ حامد شيخ معتز كمان في موضوع التربية نقطة مش فاهمينها الأهل، إنها التربية بعيدة المدى. يعني أنا مش حقطف ثمر التربية هلأ، يعني بالمختصر لما أضرب ابني غلط، لأنه هو مش هيفهم هلأ إنه هذا الإشي غلط، يمكن أضربه على شغلة ويعيدها. التربية طويلة، طويلة المدى. يعني أنا بدي أضل أبذر 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 ويشوفني الولد ليل نهار ليل نهار ليل نهار، وأنا مع هذا الحل عشان يتلبس بحالتي. هاي نقطة. اثنين، ما بدي أربي ابني على قيمي وأخلاقي أنا بس، يعني أنا نفسي يطلعوا كل أولادي حفظة قرآن. مش هتقدر. صحيح. مش هتقدر لو أنفقت ما في الأرض جميعا. صحيح. مش هتقدر إلا إذا رب العالمين يعني قسم. أنا الدكتور كل أولادي دخلهم أطباء، مش هتقدر. صح. لأنك أنت مش يعني أنت مش خالق. أنت بتربي، أنت بس بتوعظ ربنا. فأنا ما بدي أسقط كل قيمي. تجارب الموجعة في التربية، في ناس تربت بطريقة موجعة بتصير تسقط الماضي اللي تربت فيه أولادها برضو. صح. صح. عشان هيك إنه مش دائما إني أنا يعني بدي أخسر ابني وعلاقتي فيه عشان أغرس فيه قيمة، ما بدنا إياها. القيمة مش هتزبط. إذا أنا بدي أخسر ابني عشان أغرس فيه قيمة الصلاة بالضرب،
ما تعمل، مش هتزبط لأنه. صحيح. يعني في النهاية شيخ معتز، الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يرسل لنا أن مسألة التربية هي مسألة أمد بعيد جدا. ممكن يا أم يوسف ما أقطفش أنا ثماره، يقطف ثماره ابن ابن ابني. صح. فلذلك قال الله في القرآن فكان أبوهما صالح. الجد السادس أو السابع قال بعض العلماء. الله يجزيك الخير. وهذه اللي حكى عنها العلماء ختاما. نعم. لكلامك اللي. نعم. هي إنه رب ابنك على إنه يكون له خلق بعد الموت. صحيح. فلذلك نحن يعني نتقي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يزكي لنا أخلاق وسلوكيات أبنائنا. في نهاية هذه الحلقة نذهب إلى أخونا الشيخ نور أبو داود ليسمعنا من كلام الحق سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. يا إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوس به إياك يا سندي مولاي. ألوذ به إلاك يا سيدي.